بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع كونوا شاكرين، دي آية على فكرة، وده شعار المفروض نعيش به مكمل للشعار بتاعنا نملك كل شيء. لو أنا مقتنع أن عندي كل حاجة، ربنا بيحبني ومركز معايا وعاوز يدخلني السماء بأي طريقة وبيسامحني لما بغلط، فكلام كله مريح. رد الفعل الطبيعي التلقائي ان انا ابقى شاكر، وشاكر غير شكرا. شكرا دي مره، شاكر ده موقف من الحياه، يعني اتيتيود، ما سلوك دائم. حتى لو بقولتش الكلمه، ده اللي جوه، في عرفان، في تقدير، في احساس بفضل ربنا مستمر. ده اللي نفسنا نوصل. ودي كلمه كونوا هنا مش اشكروا، كونوا شاكرين، يعني دي حالتكم، تبقى الحالة دايما كده. حالة سماها قديس أثناسيوس حالة إفخارستية، يعني إفخارستية مش اللحظة اللي بتتناول فيها، هو العمر كله بقى إفخارستية. يعني ايه؟ موقف شكر دائم. ماذا أرد للرب عن كل إحساناته؟ إذا كان بيفرش لي سكة السماء ومحوطني بنعمته وبيلملم وراي وبيسطر وبيديني أكتر من المفروض، إن أنا ما ورايش غير كلمة شكرا دي، أو حتى فكرة شكر. تعالوا نعيش في الفكرة شوية عشان نغرس المفهوم. في كولوسي، وكولوسي دي كانت مبعوثة من السجن، وبالتالي لها معنى إن واحد بعت من السجن وعمال يوصي على الشكر، يبقى واضح إن هو غلب الظروف، لأنه الظروف الطبيعية لازم واحد يبقى متضايق من مشكلته. لا، هو مش متضايق لانه مجرب الاكسرسايز ده وعايش فيه. البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين، احشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. ان كان لاحد على احد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة. تقريبا كل ده تقال في المؤتمر، التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله. دي الحالة اللي احنا عاوزين نوصل لها، تبقى مستقرة جواك. الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. دي نهاية القصة. لو عملت اللي فات تبقى واصل لحالة كده ايه، شاكر دائما. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. كل ما عملتم بقول أو فعل، فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. كرر شاكرين مرتين، لأنه دي نتيجة كل اللي فات، نتيجة المحبة، نتيجة الوداعة، نتيجة التسامح، نتيجة الامتلاء بكلمة ربنا. انت هتبقى ما عندكش غير شكرا في الاخر. بيبتديها بكلمة البسوا كمختار الله. تعالوا نراجع احنا نملك ايه. اول حاجة تملكها انك مسيحي، انت مختار. مسيحي دي معناها خدت مسحة، خدت مسحة يعني ربنا ميزك، ولدك في الظروف اللي خلتك توصل تبقى مسيحي، تبع المسيح، واخد روحه جواك. ده اختيار، فتبقى مقدر قيمة الاختيار، لأنه وسط عالم النهاردة بينكر المسيح، لا أنت طبعا محسوب من المختارين. والاختيار ده نعمة أحبائي، يعني ربنا أنعم علينا أن نحن نعيش العيشة دي ونتواجد في الحتة دي. كمان بيسمينا مختار الله القديسين، كلمة كبيرة قوي، هي مش مجاملة. هو كلنا بوتنشالي قديسين، كلنا على ذمة القداسة. ليه؟ عشان الروح القدس، مش عشان احنا ناس كويسين، لان الروح القدس اللي جوانا ما وراهوش غير يعمل قديسين، شغلته بيلح علينا عشان نبقى قديسين. احنا لو بطلنا نرفص هنبقى قديسين، يعني لو بطلنا نقاوح مع ربنا هنبقى قديسين، متخيلين؟ يعني القداسة اسهل، لانه الروح القدس شغلته يعمل قديسين. فلو سبت نفسك ليه هتبقى قديس؟ لو مشيت على الحاح الروح اللي جواك هتبقى قديس، هيعلمك تحب الناس وتصلي وتعيش في قداسة. حاجة تالتة، محبوبين.
من الله. مش كتير مننا اللي بيفكر ان ربنا بيحبه. احنا دايما بنطالب نفسنا بحب ربنا وده كويس، لكن قبل دي انت واخد بالك انك محبوب؟ انت بتفكر نفسك انك محبوب؟ انت واثق ان ربنا بيركز معاك وبيحبك باسمك بغض النظر عن كل اللي بتعمله؟ فدي ثقة بتحتاج، دي اللي تخليك نحن نملك كل شيء، دي اللي تخليك تعرف تشكر. انت محبوب وانت مختار وانت مشروع قديس، تبقى حاجة كبيرة. محبوب ومختار ومشروع قديس. وبعدين ده يخلينا نسأل سؤال، هو احنا ليه مش بنصدق؟ ليه كلام الإيجابي مش بيدخل قوي؟ مرة واحد قال لي كده، يعني راجل كبير وعاقل قوي، قال لي ابونا احنا الأرثوذكس اتبرمجنا الكلام اللي يوجع يكيفنا، والكلام الحلو قوي عن ربنا اللي بيحبنا نقلق منه، وكأننا ايه ما نستاهلش. ما نستاهلش ايه المشكلة؟ ما تستاهلش اه، بس ده الواقع انه بيحبنا. فاحنا لازم يبقى جوانا توازن. ما تخافش انك تسمع ان ربنا بيحبك، انت هتنكر الحقيقة. ما تخافش انك تعرف انه مسامحك، ما دي حقيقة. ما تخافش انك تصدق انه عاوزك قديس، ما تستغربش، دي الحقيقة بغض النظر عن نظرتك لنفسك. احنا مش بنصدق للأسف، لأننا بنركز على الخطية أكتر من النعمة، بينما كنيستنا اللي يفهمها القداس كله بيكلم عن النعمة، عن الهدية اللي ربنا بيديها لنا، مش بيقول لنا اعملوا اعملوا اعملوا، لا بيقول لنا ربنا عمل عمل عمل. فاحنا القداسات بتاعتنا هي كلها نعمة، هي لقاء مع نعمة ربنا. ساعات مش بنصدق لأننا جوانا خوف لنصدق وما نطلعش مظبوطين. عارفين دايما اللي عنده صغر نفس لما يجي حد يحبه يقول له لا اكيد انت بتمثل، هو مش راضي يصدق بسبب صغر النفس. ودي اتقالت في خروج 6 لما موسى جه يقول للشعب على فكره ربنا افتقدكم وخلاص هنخرج، يقول تعبير غريب جدا كتبه موسى بالروح القدس، لم يستطيعوا ان يصدقوا بسبب صغر النفس. فما تقول لواحد انا بحبك يقول له انت بتجاملني، طب اعمل ايه؟ انا بحبك بجد، انت ليه مستكتر؟ ليه مش مصدق؟ ما هو ده طبيعي، اذا كان ربنا بيحبك ما يبقى كلنا هنحبك. الخوف المرتبط بصغر النفس بيعطل الثقه دي. مش بنصدق لان ايماننا ضعيف، ودي مرتبطه ان احنا مخنا مسروق ومسحوب في الدنيا والدوشه والهم والكلام المشغولية والعقلانية بيعطلوا الإيمان. بينما الطفل اللي مصدق أن ربنا بيحبه ده أشطر واحد في الكنيسة، ده أنجح واحد في العلاقة مع ربنا بالبساطة بتاعته دي كلها. محتاجين نراجع كل شوية اللي احنا عاملينه، اللي عندنا، ماذا نملك؟ يعني إيه بيقول كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء؟ تعال نراجعها تاني. إن كنتم قد قمتم مع المسيح، هل احنا نملك القيامة؟ 100% 100%. من ساعة ما تعمدنا القيامة اتحطت جوانا خلاص، انت من النوع اللي ما بيموتش. يالها واحد من القديسين زمان، المسيحي غير قابل للموت. من النوع ده ازاي؟ ما هو كده خلاص، انت جواك الروح القدس وتعمدت، يعني مت وقمت. طب اللي بيحصل قدامنا ده اسمها نومة، مفيش موت لعبيدك، ده انتقال، دي حياة أفضل. طب أنت مصدق؟ ما هو ده تملكه، أنت بقيت تملك الحياة الأبدية جواك. قمتم مع المسيح، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح؟ لما يجي المسيح الذي هو حياتنا، ودي بناخدها في القداس كل أشياء إنجيل، نقول أنت هو حياتنا. احنا ملناش حياة براك، ليه؟ الحياة هي المسيح، أنت هو حياتنا. فلما يظهر المسيح اللي كانت حياتهم المسيح، كلهم هينوروا معه، كلهم هيطيروا على السحاب معه، لأن دول حياتهم فيه، هو فيهم وهم فيه، ثابتين فيه، مغروسين فيه. متى أظهر المسيح الذي هو حياتنا؟ حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد.
عشان كده محتاجين نضيف للستة الشكر بعض التعبيرات اللي غالبا ما حدش بيقولها. يعني كم واحد بيشكر انه تعمد؟ نادرا. كم واحد بيشكر ان المسيح مات وقام؟ على فكرة كل البصخة والخمسين يوم اللي بعدها عشان الجملة دي احنا واقفين نقول سكتتي جوم، وهنكمل خمسين يوم فرايحي عشان نقول حاجة واحدة بس، شكرا لانك ذبحت واشتريت، مت وقمت عشان فتحت الحياة الابدية. كنا رايحين جهنم كلنا، بس اغلبنا ما عندوش المود ده ولا الفكرة دي. الخمسين يعني ناكل لحمة وفطار بس ونعوض اللي حصل. الحقيقة بعيد تماما عن فكر الكنيسة، يعني لهاش أي علاقة باللي كانت تقصد. أشكرك لأن حياتنا مستترة فيك، أو حياتك مستترة فينا، بيقول كده حياتكم مستترة مع المسيح في الله. في سر بيننا وبينه، مجرد تنادي عليه في حاجة بينك وبينه ما يعرفهاش العالم. العالم مختلف، ما عندوش كلمة المسيح في لسانه ولا في دماغه، لكن كل من يدعو باسم الرب هيخلص. طب انت بتنادي على المسيح، فانت بينك وبينه حتة مستترة كده هتبان في الاخر. اشكرك يا رب لانك هتيجي وتاخدنا السماء، لان احنا كلنا مستنين المحطة الاخيرة اللي يأتي ويأخذنا. ومرة كنت قاعد مع واحد شبه ملحد، يعني قال لي معلش قول لي حاجة واحدة اصدق، يعني ليه اصدق المسيح انه جاي؟ ليه الفكرة الغريبة اللي بتقولوها العالم هيخلص والمسيح هيجي على السحاب؟ مش قادر اتخيلها ولا تدخل دماغي ولا اقتنع بيها، وانا مستغرب ان انتم مصدقين. فربنا اداني نعمة بسذاجة، قلت له بص المسيح قال جاي جه، وقال هموت مات، وقال هقوم قام، وقال هصعد صعد، وقال هبعت روحي بعت، وقال هكون معاكم، هو معانا، فضل وعد واحد، قال انه جاي. ما صدقوش ليه؟ لو انت معاك واحد كل ما يقول لك حاجه يطلع معاه حق، لما يجي يقول نمر عشرة تصدقه ولا ما تصدقوش؟ هتصدقه. ليه؟ لانه ما بيكذبش، ما انت مجرب وكل يوم بتجرب. عشان كده اخر كلمات سفر الرؤيا، لان الكلام عن السماء جميل قوي والابديه ومجيء المسيح، يقول هذه الأقوال أمينة وصادقة، يعني صدقوا. ده اللي انتوا لسه مش شايفين، انتوا حضرتوا الموت والقيامة والصعود والروح القدس، بس في حاجة لسه ما حضرتوهاش، بس صدقوها لأنها هتحصل. كلنا هنشوف المسيح على السحاب في اليوم اللي هو جاي فيه، بس محتاجة نصدق. فانت من النهاردة بتقول له أشكرك لأن حسب كلامك اللي دايما صح، أنا ذاهب أعد لكم مكانا ثم آتي أيضا وأخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. لو مصدق يبقى هتبقى معي على طول، موضوع بسيط. وبالتالي يبقى فاضل تقول إيه؟ شكرا يا رب. البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطف وتواضع ودعوت، لأن محتملين مسامحين، اللي عنده شكوى يسامح. وعلى جميع هذه البسوا المحبة. لاحظوا استخدم كلمة البسوا مرتين. ما يظهر مننا أكتر حاجة لبسنا، فاهمين ازاي؟ يعني اللبس هو الكفر الخارجي. فاللي المفروض يظهر علينا كمسيحيين الكلمات دي. انت مش هتمشي توعظ الناس ولا تحفظهم بالحقيقة نؤمن، حتى لو نفسك تعمل كده، بس الناس هتشوف ايه مختلف؟ ما انت لابس نظارة زي البشر، ما انت الشعر اسود وبعدين ابيض عادي. لا، انت لابس لبس مختلف. اللبس المختلف هو صفات المسيح، هو حلاوته، هو جماله، هو الوداعة، هو التسامح، هو التواضع، هو المحبة. على جميع هذه البسوا المحبة. السمة الاولى للمسيحيين بيحبوا، يحبوا الخير ويحبوا الغير. دي السمة الأولى الغالبة، ده اليونيفورم بتاعنا كلنا. احنا مش ما بقاش عندنا اليونيفورم ده، عشان كده الناس ما بقتش بتبص علينا بإعجاب ولا انبهار ولا هيمشوا ورانا ليه. بقينا لابسين زيهم، بيتخانقوا نتخانق، بيزعلوا نزعل. طب يبقى احنا قلعنا اليونيفورم. فهنا اللبس ده يميزك،
ويخليك مختلف. بنات المحبة هم اللي سماهم في الأول إيه؟ أحشاء رأفات، لطف، تواضع، وداع، وطول الأناة، احتمال، تسامح، غفران. السبعة تمانية دول على فكرة زي ما تقولوا رجع بولس وقال لك من الآخر اسمهم المحبة. لو فكرت المحبة تلم ده كله، عشان كده سماها رباط الكمال، يعني اللي يربط كل الكمالات، كل الفضائل، الفضيلة العظمى، الأم لكل الفضائل هي المحبة. فلو ركزت بس حب ربنا وحب الناس خلاص بقيت قديس، لأنك مشغول بكلمة واحدة بس تبقى لابسها كل يوم صبح ظهر ليل ما بتقلعهاش. العصبية تبقى قلعت اللبس ده، تعريت، الإدانة عري، خزي، الكراهية، الحقد، خيالوا الفضايح. عشان كده مرة المسيح قال لواحد انت مش دريان انك عريان. ليه؟ لانك مش لابس. مش لابس ايه؟ مش لابس المسيح. في حتة تاني قال البسوا المسيح. المسيح بيبان ازاي؟ في الكلمة دي، في المحب. حد فينا يستحمل يبقى عريان؟ لا. طيب ما احنا مش لابسين احيانا لانه عمالين ناخد زي الدنيا مش زي المسيح. بعدين يقول لي يملك في قلوبكم سلام الله. يملك، خلي بالكوا، يملك دي كلمة مش خلي السلام في قلبكوا، لا، يملك يعني يسيطر. وده السلام اللي ما بيتهزش بقى، يعني في حالة من السلام الدائم غير قابلة انها تتغير. طب بتيجي اخبار صعبة وتجارب ما تتهزش ليه؟ اللي يعرف يعيش في المحبة والشكر بيوصل لحالة السلام. افتكروا المعادلة دي، معادلة بسيطة قوي. واحد بيحب الناس كلها وطول الوقت شكرا، ده شخص سعيد، ده أروق واحد في الدنيا، ده أضبط صورة للمسيح. اللي هو ما بيعملش غير حاجتين، شكرا يا رب، يحب الناس، كل الناس، عندوش أزمة مع حد، بعيوب الناس كلها، ومهما كانت مشاكله شكرا، لأن عنده هدايا أغلى كتير جدا من المشاكل، وهدايا ما بتروحش، السما اللي مستنيها دي حاجة ما بتروحش. عشان كده كل التدريب اللي تزود الصلاة أو الشكر وتزود المحبة هتجيب سلام. فما يكون ناقصك سلام بتصلي قليل، زود. ناقصك سلام حب الناس أكتر، لأن ما فيش سكة للسلام غير كده. وإحنا طول النهار نقول يا ملك السلام أعطينا سلام، قرر لنا سلامك. تعالوا نتفق على كام تدريب للشكر عشان نطلع بالمعنى يثبت فينا، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تدريب الشكر داخل القداس، جربوا مرة تصلوا قداس ما تطلبش ولا طلب، هتلاقوها مشكلة، تلاقي نفسك مش عارف انك تقعد ساعة ونص ساعتين مش عارف تطلب. بس خلي بالك في السماء ما بيطلبوش حاجة، والقداس ده بروفا للسماء، والقداس أساس. وإحنا اجتمعنا عشان نشكر، ما اجتمعناش عشان نطلب. عشان كده إفخارستي سومينتو كيريو، تعالوا نشكر الرب، كلنا نقول مستحق وعادل، ده يعني يستاهل الحمد. طب احنا ما بنركزش في دي، احنا بنركز في ايه؟ كل الطلبات اللي بتيجي في الاخر دي، اللي هي مثلا ايه؟ أهوية السماء، ثمرات الارض، الزروع والعشب. ده الماشي، ده مش اساس القداس. اساس القداس احنا جينا عشان نقول له شكرا لأنك أنت مدينة نفسك وأبديتك. الذبيحة كلها اسمها ذبيحة شكر، شكر على الخلاص المقدم المجاني اللي قدمه المسيح لما اشترينا وخلانا تبعه. كمان أنت بتقابل المسيح. تصور واحد أخذ لك معاد مع رئيس مهم، هتشكر الشخص أنه داك معاد مع شخصية زي كده؟ لا، ده المسيح نفسه بيقابلك شخصيا وبتلمسه شخصيا، ما فيهاش شكرا دي. وبعدين كل اللي حواليك دول ايه؟ عيلة قديسين بقى، من اللي في السماء ومن اللي لسه على الارض، بس كلهم فيهم الروح القدس، كلهم متساقين في سكة القداس. شكرا على الشركة، شكرا على اللمة، شكرا على العيلة المحترمة دي، شكرا ان انا بقيت عضو في جسد قوي جدا الشيطان ما بيقدرش عليه لانه جسد المسيح، فما بيتغلبش في الآخر، مش ممكن هيتغلب. تدريب الشكر في الحياة العملية بقى،
يا ريت لما حد يسألك السؤال ايه الأخبار في أمريكا دلوقتي، كان زمان قوي يقول لك fine thank you، بطلوها وبعدين استبدلوها good، دلوقتي okay. أقول لك ها okay. okay مش okay، مستخسرين حتى okay. هو هي دي معناها، هو أنت بتقول إيه بالظبط؟ أقول لك إيه الأخبار، تقول لي الحمد لله لسه ما اتغيرتش في مصر المفروض، بس ما حدش فاهمها أو ما حدش بيقولها من قلبه. لكن برا ما بقاش في thank God، هي من 60 سنة كانت thank God، ما كانت لسه البلاد دي تعرف المسيح. دلوقتي يستغربوك لو قلت thank God، يستغربوك لما تقول نشكر الله، كأن الإجابة أوفنس، يعني كأنها يعني إيه اللي دخل ربنا في الموضوع؟ بقى ربنا ملوش مكان في الموضوع؟ فبقت كي، يعني إيه اللي كي دي؟ كارثة كي. يعني مستخسرين يقولوا الحمد لله، مفيش حاجة بيشكروا عليه. لما تتسألوا إيه الأخبار، أرجوكم ما تشكوش مهما كانت الظروف، لأن بعضنا بقى لما حد يسأله إيه الأخبار زفت. إيه هو ده مسيحي؟ إيه اللي تقول زفت؟ يعني ساعات بس نسمع الإجابات دي زفت وما شابه طبعا. لا، المفروض لما حد يقول لك إيه الأخبار، نعمة ربنا كله حلو. صدقوني بسمعها من ناس في ظروف قاسية جدا، وما بسمعهاش من ناس ظروفهم سهلة جدا، حاجة تكسف. تلاقي واحد بيموت تقول له إيه الأخبار، يقول لك كله حلو نعمة ربنا، ربنا مغرقني. مغرقك إيه ده أنت بتموت؟ بس هو حاسسها مقتنع بيها. هم دول المظبوطين على فكرة، هم دول اللي يملكوا كل شيء. فالحياة العملية أربط كل حركة في حياتك بكلمة شكرا يا رب. لما تيجي تنام شكرا، لما تيجي تصحى شكرا، لما تاكل شكرا، لما تشرب شكرا، ما تشوف حد من حبايبك شكرا، عشان توصل لكل نفس تقول شكرا، كل نفس اتنسمه وبارك اسمك. دي حياة القديسين كانت كده، كانت كلها شكرا بغض النظر بيعملوا ايه. الراهب اللي بيزرع قاعد يشكر في ربنا، واللي بيسبح وصاران بيشكر ربنا، والمريض اللي بيموت بيشكر ربنا، واللي مرمي في بلد بيبشر بيشكر ربنا. مش مهم مين بيعمل ايه، المهم كلهم مشتركين في كلمة شكرا يا رب، لان كل مديون لربنا. قدس كل مكان بصلاة شكر، ده تعبير كتابي، يتقدس بكلمة الله والشكر. تعرف كلمة شكرا يا رب بتعمل فعل قداسة، بتعمل فعل بركة. عشان كده تلاحظوا لما المسيح مسك الخمس خبزات اول حاجة عملها ايه؟ شكرة. احنا بنسميه انجيل البركة، سر البركة، معجزة البركة. البركة ما تجيش من غير كلمة شكر. شكرا قبل اي حاجة، قبل الطلب، ما فيش طلبات. مسك القربانات دي قال شكر. فكل مكان وكل حاجة في ايدك تشكر الاول، هتلاقيها تزيد بقى وتفيض وكل حاجة. كمان أشكر على كل حد حواليك، ودي كانت بقى الحقيقة طبع القديس بولس. نص رسائله على الأقل يقول أشكر الله من جهتكم، بيشكر على ناس، على ظروف ناس تانية، مش على نفسه بقى. عشان كده يقول كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والأب بيه. ياريت تبعت رسائل أغلبها يبدأ بكلمة شكرا أو أشكر ربنا أو نعمة ربنا. ياريت مراسلاتنا تبقى كده. ساعات نتكلم في المشاكل على طول، في المصايب، بينما احنا المفروض لينا لغة، لأن عايشين في عز ربنا. فيبقى كل الواتس أب مليان كلام روحي الأول، شكرا نعمة ربنا الحمد لله، وبعدين قول اللي انت عاوز تقوله، لأنه مفروض انك تبقى عايش المعنى ده. مش بنقول حاجة غريبة وعجيبة، لأنه حتى التواصل الطبيعي بين الناس وبعضها محتاج يعلى فيها حتة الشكر. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح. مرة أمين خدمة كده من الناس الحلوين، قلت له أنا فرحان بخدمتك عمالة توسع والخدام بيزيدوا، قال لي أنا ما
ما بشكر ربنا عليهم صبح ظهر ليل. بتلقائية قال لي كده، قال لي أنا ما بعملش غير كده، بشكر ربنا عليهم، دول راس مالي، دول عيلتي، دول أغلى الناس. وأنا عارف يوم ناس متعبين بس هو مش شايف غير دي هدايا من ربنا، فبيشكر عليهم كتير، فبيزيدوا الخدمة، بتزيد لوحدها بسبب الشكر. ده تعبير قاله القديس بولس، بيقول في ناس هرطقة مبتدعين هيجوا يقولوا مانعين عن الزواج آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر. يعني ربنا خلق الأكل عشان تقول شكرا وتأكل، فدي بدع. اللي يقعد يقول لك ما تاكلش، ما فيش جواز، دي حاجات غلط، كان في بدع من وقت بولس كده. فبيقول كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر. فاهمنا؟ يعني كل حاجة عملها ربنا حلو. الفسحة أشكر ربنا وتفسح، النجاح أشكر ربنا وانجح، الجواز أشكر ربنا واتجوز. فاهمين الفكرة؟ كل اللي ربنا عمله، خلي بالكوا كل خليقة الله جيدة، مش كل حاجة جيدة. ما الشر مش جيد، مش هتشكر على الشر، بس ربنا ما عملش الشر. لكن كل حاجة ربنا عملها، أكل وشرب، طبيعة، ناس، كل ده حلو ولا يرفض شيء. مفيش حاجة غلط إلا الخطية، وأي حاجة تطلع صح طالما بتشكر. عمال تشتغل، أشكر ربنا واشتغل وكمل شغلك، ربنا يوسع عليك، بس أشكر. فهمتوا تلقى الموضوع بسيط إزاي؟ لا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. يبقى جوه القداس نبرة الشكر لازم تزيد، في كلامنا مع بعض نبرة الشكر مفروض تزيد. كل ما نتعامل مع بعض نشكر ربنا على بعض وظروفنا، اهتم بقى بأعلى درجات الشكر اللي هو التسبيح. التسبيح هو الشكر المرنم، الشكر المغنى، هو القلب الشاكر. عشان كده يقول مترنمين في قلوبكم، لأن التسبيح ده يبدأ من جوه البر على فكرة. ودي أزمتنا مع الأصوات العالية في التسبيح، إنها ساعات تبقى أصوات لكن لو طلع من القلب هتبقى مبهجة أكتر. فالتسبيح هتطلع من جوه، واحد مبسوط قوي فبيشكر بغض النظر صوته حلو ولا وحش، بس مش لازم يعلي قوي يعني. لكن هنا بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. يبقى ما بقتش كلمة شكرا بس، لا بقت زوكسابتري، وبقت أجيوس، وبقت هوس أول وهوس تاني، وبقت تسابيح طويلة، وبقت ترانيم جميلة، كل ده بمود الشكر، أغاني شكر. مفروض نحفظ أجزاء عشان لساننا يتعود. في حاجات سهلة على فكرة زي الهوس التاني مثلا، حاجات كل الناس تقدر تحفظها بسهولة وتبقى خلاص بتعرف تقولها من غير كتب كده. اتقن يا رب يسوع المسيح أشكرك، تعود تقول صلاة يسوع مع كلمة شكرا اللي هي يا رب يسوع المسيح شكرا، بس كده. بس دي عاوزة تدريب لغاية ما تبقى يعني لازمة في دماغك قبل لسانك. ردد مزامير التسبيح، المزامير اللي فيها سبحوا الرب، اشكروا الرب، باركوا الرب. مهما كانت الظروف المزامير دي هترفع نفسيتك وترفع قلبك وتفتح عينيك عشان تشوف انك واخد كتير قوي مهما كان في حياتك من ألام، وان الألام دي كلها بتنتهي بس البركات ما بتنتهيش. لإلهنا كل مجد وكرم.